الدوري العاشر اللي كانت تنظمه وزارة التضامن والإدماج الاجتماعي والأسرة بجهة الدار البيضاء سطات. وانتم كما كتعرفوا جهة الدار البيضاء سطات هي جهة مهمة لديها أقطاب صناعية فلاحية بحرية رقمية مالية مهمة جدا وعالمية، ولكن في نفس الوقت هي الا بغينا نقولوا ضحية النجاح ديالها، لأن كتستقطب واحد العدد كبير ديال المواطنين اللي فيما اللي كيكونوا بعض المرات في واحد الوضعيه اجتماعيه صعبه، ولهذا التحديات ديالها مهمه جدا. ففي اطار هذا الكونتكست يعني في هذا الشان وفي هذا السياق تم اقتراح واحد الاستراتيجيه ديال القطب الاجتماعي اللي كتشتغل على الالتقائيه، لان هناك عدد من المتدخلين في الشان الاجتماعي سواء داخل القطب الاجتماعي التعاون الوطني وكاله التنميه الاجتماعي او خارج القطب الاجتماعي اللي هما كيقوموا بواحد العمل مهم، ولكن ما كنلقاوش الاثر ديالو في الميدان نتيجه لهذا التشتت. لهذا تم الاتفاق على يعني مقاربه اللي غتخلق واحد القطب اجتماعي موحد، قطب اجتماعي موحد يعتمد الرقمنه اللي غادي يكون فيه الجرد ديال جميع المشاريع الاجتماعيه والتتبع ديالها، وايضا تاهيل الجمعيات مهم جدا، لان المجتمع المدني مكون اساسي في التنميه البشريه وفي تكوين وتاهيل الراسمال البشري، ولكن خصو بنفسه يكون مكون ومؤهل. لهذا غادي نعتمدوا يعني واحد البرامج لتاهيل المجتمع المدني. وتم اليوم ايضا توقيع شراكه مهمه ما بين وزاره التضامن والادماج الاجتماعي والاسره والجهه وجهه الدار البيضاء سطات وولايه الدار البيضاء سطات لتمكين الاقتصاد النساء وخلق انشطه مدره للدخل للاشخاص في وضعيه اعاقه. ولكن كنأكد عليه وغادي نختم به، المهم الاساسي هو الاستثمار في الاسره، ولهذا اقترحنا واحد الشعار ديال الاسره متماسكه رافعه التنميه الاجتماعيه الدامجه والمستدامه، لان الا استثمرنا في الاسره وكوناها وكبناها غادي نتفاداو واحد العدد كبير من الافات الاجتماعيه، وغادي نقدروا ننزلوا هذا يعني ونعزوا ركائز الدوله الاجتماعيه كما يريدها صاحب الجلاله نصره الله، وكما جاء في توصيات النموذج التنموي الجديد والبرنامج الحكومي 2021-2026.